عام 1970 إذا أردنا أن نعرف ما كان قبل هذا وما صارت عمان بعد هذا، فعلينا بالذاكرة الشفهية، علينا بكبار السن الذين عاصروا المرحلتين. اليوم اللي حكم فيها قابوس فرحة كبيرة ما تقدر بثمن، وآتى إليه الشعب أفواج من نساء ورجال، وصلنا إلى الساحة، وعندما وصلنا للساحة حصلنا الاستقبال منه، ما بقى شخص اللي ما عانقه وسلم عليه، واستقبل الناس وحياهم بمحاياة طيبة وطيبة، وبشرنا بكل الخير. ولنسأل كبار السن، وليسأل الشباب الذين لم يشهدوا 23 من يوليو، ليسألوا آباءهم أعمامهم أخوالهم ليسألوا الأمهات الجدات العمات الخالات، فإنهم سوف يرمون لهم حبة عيش ماشي، خبز ماشي، غير يوم نزرع صيف، والكرهب من بندت ساعة تخبلنا الكرهب، وإحنا نبونا في ظلام سراج صحة، نعم إنا نسوي سراج صحة، ويوم بنام نفخنا بنزين سوي نبات في ظلامنا، وتوشوف النور الله ينور عليه في الدنيا والآخرة ويطول له عمره ويبارك فيه. كيف الأوضاع الأمنية؟ إحنا بخيرات وأمان ونعايم يطول عمر السلطان. فكانت التنمية وازدهرت البلاد وبدأت الاستثمارات تتدفق على عمان. أحب الوطن واجد واجد، أحب الوطن دون قياس، وأحب حاكم أبوي قابوس.